ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. الفنانة المغربية فاتي جمالي زياش أكبر متكبر. انتقدت الفنانة فاطمة الزهراء جمالي الملقبة بفاتي جمالي اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، ووصفت فاتي جمالي في فيديو نشرته عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع الانستغرام زياش بالمتكبر، موضحة أنها التقت به خلال تواجدها بإسطنبول وقامت بإلقاء التحية ولم يرد عليها ورفض التقاط صورة مع أحد معجبيه المغاربة، وأضافت أنه قام بسبها حينما التقته مرة أخرى. واستغربت الفنانة فاتي جمالي بشدة لغرور اللاعب حكيم زياش، مضيفة أنه سلوك غير لائق من لاعب كرة قدم محبوب من طرف المغاربة. ويذكر أن اللاعب المغربي حكيم زياش يتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة وسط الجمهور المغربي، خاصة بعد تألقه في مونديال قطر 2022 رفقة المنتخب الوطني وأيضا مع فريقه الحالي غلطة سراي. البنات تلقيت مع أكبر متكبر تلقيته في حياتي كومباغازا هذا في المول، هو فوتبولور مغربي ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات و إلي تي أكوتي دونك قلتليه يلا قلتليه هاي كيخنزر مي فغيمون سيد إلي با نورمال جا عند واحد المغربي حمر مي سي إنكرويابل. دابا داخلة لوتيل شفت واحد الباب قلتليه راه إتس نوت نايس وليا زعما سي انكرويابل شكون هو الفوتبولور زياش تيلمون جو ليمي تيلمون جو ديتيست مانون سي انكرويابل فريمون ملي كت اللي كيبان لنا في التلفازه حاجه والواقع ناغيان ادوار. هذاك الولد المغربي مسكين اللي شفتو كيقول لي بريفير هذاك الولد المغربي مسكين اللي جونتي قال لي اختي فاتره ما كيتسولش واش دابا هاد لي فوتبولور ما فخبارهمش كانوا اباطره قبل منهم وكانوا ملايريه وفي ليلة ونهار وبداك الغرور ما بقى عندهم التريال في اخر ايام حياتهم ما لاقين ما ياكلوا والناس كيعاونوهم كي ان بو دوفون غير بديك الفرحه كان كو جيم فولي زعما جوست لوي دير كي تبارك الله عليك بحال هكا.